طبعا لما تبدأ القمة بالسعادة هذا معناه أن هذا الملف توليه الحكومة اهتمام كبير. نحن في دولة الإمارات بفضل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، السعادة بالنسبة لنا هدف وغاية، وكل شيء نحاول نسويه نوصل إلى السعادة للمستهلك، سعادة الموظف، سعادة المتعامل، سعادة الزائر. فالبداية بالسعادة أنا أعتقد أنها تجيب مسج أن الحكومة مهتمة بالسعادة. اليوم نتكلم عن تغيرات كبيرة جاية عندنا، الذكاء الاصطناعي، أشياء كبيرة راح نتكلم عنها بالأيام الجاية. هل هذه المدخلات الجديدة راح تحقق لنا السعادة ولا لا؟ التعليم مثلا، في تغيير كبير في التعليم في استخدام الأجهزة الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما هي طبيعة التعليم في المستقبل؟ فكل هذه الأشياء عادة تعالجها الحكومة، المواضيع المهمة بالنسبة لنا، التعليم، الصحة، الخدمات، المستقبل، الذكاء الاصطناعي. فبدايتنا بالسعادة أعتقد اختيار موفق، ونحن إن شاء الله ننتظر معالي الأخت عهود والمتحدثين وباقي المتحدثين اليوم، وإن شاء الله هاي القمة بتكون مميزة مثل القمم السابقة، ونتمنى التوفيق للجميع، ونرحب بكل زوارنا في دولة الإمارات في هذا العام.